مشيها مشيها، خلصوها يا الأهلاوية، خلصوها يا الأهلاوية. الله 414 مباراة، كرة ملعوبة رأسية، هذه محاولة التقدم، هو هدف التعادل لسيمبا، كرة بتلعب عرضية وهدف ثاني مباغت مباغت لسيمبا. كرة ملعوبة للنادي الأهلي داخل منطقة الجزاء، الكرة يلا يا شباب، هو الأهلي ده، هو الأهلي ده، على الجهة اليمنى عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء في المرمى، في المرمى، هدف الآن لمصلحة فريقنا. أفشى أمامية حلوة، الكرة أمام المرمى، خلص يا أهلي، هذا الأهلي تتخلص، عادت مرة أخرى خطيرة لمندي، أنت لعب لك كرة ممتازة، يا سلام يا سلام، لمسة أمامية، محاولة، تمريرة، الثاني قد يأتي، الثاني قد يأتي، الثاني يأتي، الثاني يأتي، 10 دقائق، كرة ترسل داخل منطقة الجزاء، يا الله التمساح، دوال الأمام، ركلة ركنية خطيرة، العب رأسية في البعيدة، جول، هو ده التايمينج والتوقيت، الترجي يسجل يسجل يسجل، ممتازة، بن علي بن علي بن علي بن علي، هي دي هي دي هي دي هي دي، الثاني الثاني الترجاوي، الثاني ترجاوي، بدأ في الدقيقة 41 والعرضية خطيرة، الثالث مبروك، خلاص ترجاوية ترجاوية، اجبر القلوب، يلا يا يحيى، يلا يا وداد الأمة، جبرا الكرة من جديد، سفيان حناش إلى كرة عالية جوه المنطقة، هنا الاستلامة، وهنا الهدف، وهنا الهدف، وهنا الهدف، فرايا هو اللي واقف على تنفيذ الضربة الحرة، يلفها عالية جوه المنطقة، جوه المنطقة الثاني، جوه المنطقة الثاني، جمال حركاس على مر، يوسع لنفسه هشام أبو سفيان، يا ولد عدى 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 أبو سفيان، لعب عرضية، وهو الهدف الثالث، هو الهدف الثالث.